هل فكرة توفير اشتراطات الحماية المدنية بيكون الدور على الكنيسة بس، ولا كمان الدولة بيكون في ليها دور بتساعد بإمكانيات مثلا؟ يعني هل في بيكون تعاون مشترك؟ أكيد، لأن هو ده طبيعي أن الدولة ليها دور، أن هي أول حاجة الدولة عاملة في قرارات لمعالي وزير الإسكان باشتراطات الحماية المدنية، وعلى الكنيسة أن هي بتتعامل مع هذه القرارات، بتنفذها بكل قوتها بكل جوارحها زي ما بنقول. يعني الدور المشترك بقى اللي هو المرونة في الحكاية ديت، زي ما تفضل معالي رئيس الوزراء امبارح، بنقول ان بيبقى في نفس الكلام اللي انا بقوله، الحل البديل لي ان انا مش عارف انفذ هذه الاشتراطات. فهو ده التعاون ما بين الدولة والكنيسة عشان الامور تبقى امنة بنسبة شبه 100% على سلامة المصريين كلهم للمبنى دوت، سواء مبنى كنيسة او مبنى خدمات او غيره. عايزين نوضح نقطة بس يا قدس أبونا، هل ال 125 كنيسة اللي توافق امبارح على تقنين أوضاعهم، هما دلوقتي بالفعل مستوفين الشروط، ولا بناء على التوجيهات يقدروا يستوفوا الشروط؟ أنا بس عايز أوضح حتة، التقنين بيمر، الكنيسة بتتقنن وبعد كده بنروح نشوف اشتراطات الحماية المدنية بتاعتها، بننفذ بعد التقنين. بننفذ بعد التقنين، يعني القرار بيطلع مع شروط استيفاء الحماية المدنية. هدي حاجة بسيطة كده، قرار أي قرار من قرارات التقنين، احنا وصلنا للقرار رقم 24 امبارح، بيطلع عبارة عن ايه؟ بيقول زي جداول ألف وب وجيم أو واحد واتنين وتلاتة، الكنيسة الأولانية دي مثلا أو المبنى سي إن هي آمنة إنشائيا غير اشتراطات الحماية المدنية، فدي ما بتحتاجش لهدم وإعادة بنى ولا بتحتاج لترميم، ده جدول بتاعها سليم يعني. ده جدول، جدول بعد كده هنقول ما تحتاج لترميم، دي طبعا من التقارير الهندسيه الكنيسه بتقدمها والمعاينات. الحاجه الثالثه اللي هي بتبقى محتاجه لهدم واعاده بنى، بتقنن، اللي محتاجه هدم واعاده بنى بتقنن عشان نبقى واخدين بالنا. يبقى الثلاث حالات بيقننوا بعد التقنين، بنيجي بقى ناخد اللي هي الجداول دي ونشتغل على اشتراطات الحمايه المدنيه. هي ده تعاون كبير جدا قدسك وضحته بالضبط. فكرة ان ايا كان حالة الكنيسة، احنا افترضنا يعني اكتر من سيناريو، سليم المبنى بتاعها او المبنى بتاعها محتاج ترميم او حتى يتهدم ويتبني مرة تاني، التلاتة يقننوا.